من جانبه دعا خطيب الجمعة في جامع المصطفى بالعاصمة بغداد الشيخ عقيل الفهداوي إلى رفع الظلم عن المعتقلين وإنصاف أهالي المغيبين، مطالبا الجهات المعنية بالإسراع بإقرار قانون العفو العام. ندعو كذلك من هذا المكان من منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله برفع الظلم عن المعتقلين، الله الله برفع الظلم عن المغيبين، الله الله برفع الظلم عن أهلهم. هل يعقل في هذا البلد الكبير أن هناك أناس غيبوا في العراق فلا يعلم أهليهم؟ هل هم من الأحياء أم هل هم من الأموات؟ لم يأخذوا حقا. هناك في المعتقلات أبرياء، بل أكثر من 80% منهم، وهذا ما يقره السياسيون بل القضاة أنفسهم، وذلك عن طريق مخبر سري أو عن طريق فترة مظلمة مرت ببلادي. أخاطب أهلي، يا من استرعاكم الله عز وجل الرعية، أشد على أيديكم ونطالبكم بأن تكونوا لسان أهليكم، بأن تطلبوا أن يرفع الظلم عن المعتقلين، وذلك عبر قانون العفو الذي كنا نسمعه ويتغنون به، إلا أنه جعلوه مساومة وكأنما حياة الناس رخيصة بحيث لا قيمة لها عند الآخرين.